الو الو، نعم، انا مش عارف. هاي البلاي مترست، الايقونات مختفية كلها. لا هذا ليش هيك؟ ما صار ما هيك. اعرف، ما ينطفي البلاي، ما هاي بتصير. ايه شاري اكو مسابقة اسمها الملياردير، شفته؟ ايه، ملياردير؟ مال جورج قرداحي، لا ما اتبع من مسابقات. سيربح المليون بس النسخة العراقية. اي طبعا، هاي شنو كان التسجيل مالتها من تطبيق الكي كارد، ايه صح، وقدمت، تذكرت. بس ما اعرف اذا الحين قبل ولا لا. اتمنى لو يرجع بي الزمن كان قدمت الاهلي كلهم، تزيد الفرص. مشارك، تخيل تربح مليار، تخيل. دقيقة، يعني انت يصورون معاك حلقة ولا اونلاين ولا اي شو؟ حلقة، مو هذه صعبة، يسوون فرز. يا الله مو اي سهل، مو سهلة. يسوون فرز فرز. دا اشوف البرنامج هسه والله، يعني فد شي، بس ما يعني تشوف الاسئلة صعبة، فصعب توصل طبعا طبعا للمليار. طبعا. يعني انا هسه اكثر شي شفته واحد وصل لثلاثين مليون. وفي هالصعوبة اي تخيل 30 مليون، شنو يعني مقارنة بالمليار؟ المليار لا يعني شيء لا المليار شيء. الميت 1000 مليون، مليون، الميت مية مو مليون بعشر مرات. 1000، هي المليار 1000. 1000 مليون ألف مليون. يعني لا شيء. انت اي ويعني اذا تصير مليار، تخيل تخيل يعني ايش تقدر تسوي بيه؟ تجيب لك بيت باليرموك ولا لا؟ تجيب لك، طبعا تجيب لك، بس مو كلش كبير، مو كلش كبير، يعني واحد يعني يصرف صغير، بس ما مليار اشتري، وما ما يجيب بيت. مستحيل مستحيل اشتري بيها بيت، مستحيل. غير بغداد، منطقة. اي اروح اشتري مثلا باربيل، اشتري مزرعة، اشتري دونمات، بس ما مستحيل هنا انا اشتري بيت. تضيع فلوسك كلها بشغلة يعني ما تسوي. تشتري بيت 100 متر بمليار ما تسوي. لا ما تسوى. والله قعدت من 10 اليوم، شفتك فاتح فورتنايت. حتى أنا كل يوم دا بعد من العشرة. يا اخي شنو هذا اللي توه الساعة 1 يا اخي؟ ماكو هيج. شنو اي احلى شي بالدوام؟ ترجع تنام ما تحس على روحك الا بالخمسة. اي نزلنا دعوة. اقول لك خلصت الشابتر على السريع اي على السريع، يعني حيل سريع. بس ريزدنت ايفل ما صير 2 مو؟ ريزدنت ايفل 3؟ ايه لا لا، بس واحد وتختيمة، وهي التختيمة يعني جزء منها تلعب بهاي بجل. مبنية اوف، ها شنو عشان جلتش هذا لو شنو؟ عبالك جليتش غريب. ايه
خاف باع هذا الهذولة لغتهم شنو هذولة كان انصدمت من طلع حتى هو هم ما يعرف ابوه طلع ما يعرف ابوه ايش ما يقتلوا هم ظاهر عشانه عشانه احنا متى اخذونا اصلا هاي انت شنو تشوفني لو شنو لا قاعد العب بابني يعني هم متى اخذونا هم متى اخذونا وين هي البنيه بالمستشفى ما داش فكاني انت شلون طالع لك البنيه لا انت ابو عضلات وفجاه طلعت لك البنيه فجاه ايه شنو شلون اخذونا انا ما اتذكر اللي صار اخر شيء صار اخر شيء شخصيتي نامت والله نسيت ما اعرف ايش صار هاي اخاف قبل لا يلتقون احداث قديمة هاي يمكن اي مشاري قبل لا يلتقون من انا اخذت السلاح الكهربائي شنو بي ذا هذا الكهربائي اللي انت شايله عش. تغير الايتم تغير اوف حركات المصارعة شنو هذا ايش قاعد يحكي وشنو جلتش هذا لو شنو شو الدنيا كلها بيضة مشارت اتوقع جليتش لا يا اخي لا شلون القصة هذه بس ما اتذكر احنا وين وصلنا لا يعني شوف الدنيا بيضة المكان كله باللون الابيض اي تعال خل اشوفك مستحيل ترى هذا يعني شغلة مو طبيعية رح اموت انا ترى من الناس رح اموت يا اخي رح اموت